الصحه بالنسبه للنادي الاهلي امبارح امام الاتحاد السكندري، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه وباداء جيد جدا، وعندها تعليق مهم قوي قوي على اداء لاعبتنا في مباراه الامس. فبالتالي كمان منتظرين تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه واللي بيتعلق بالمباراه، ورايكم ايه في اداء الفريق امبارح وبالتحديد اللاعبين الشباب اللي شاركوا في المباراه. هناخد تفاعلكم دايما من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام، في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفه. كمان النهارده عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه والافريقيه اللي هنتطرق ليها، ونتكلم مع حضراتكم في بعض التفاصيل المهمه اللي بتخص بالتحديد نادينا الحبيب النادي الاهلي. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، معسكر الاهلي مستمر في برج العرب استعدادا للمصر. كاف يعلن اطلاق دوري السوبر الافريقي الاربعاء المقبل في تنزانيا. واخيرا عامر حسين يجتمع بفيتوريا للترتيب للموسم الجديد. طيب ماتشات النهارده، للاسف طبعا مفيش دوري انجليزي لان هو بيبقى سبت وحد في الغالب دايما يعني. فالنهارده في ماتشين بس في الدوري المصري، ماتشين مهمين بالتحديد. الماتش الاولاني الساعه 6:30، الاثنين في نفس التوقيت بالمناسبه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. لكن الماتش الاولاني ده ماتش قوي 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 ومهم. طلاع الجيش اللي بيحاول يعني يحافظ على المكان اللي هو وصل له بعد نتائج مميزه كبيره جدا على مدار الفترات اللي فاتت مع الكابتن طارق العشري، بيقابل ايسترن كومباني اللي بيحاول بشكل او باخر ان هو يتشبث في امال البقاء في بطوله الدوري. فرصه مش معدومه بالمناسبه، عنده فرص عكس المقصه اللي خلال الماتش الجاي اللي هيقابل فيه الزمالك، لو خسر خلاص ينزل درجه ثانيه الموضوع بالنسبه له محسوم. لكن ايسترن مع الكابتن علاء عبد العالم مجتهد جدا وصاحب الخبرات والمدرب المخضرم في بطوله الدوري، يقدروا ان هم يعني يتمسكوا بامل البقاء في بطوله الدوري. فالمباراه دي هتكون حلوه بصراحه. الماتش الثاني ماتش سيراميكا مع انبي الساعه 6:30 برضو، ماتش مهم. انبي اللي اخيرا فاز في المباراه الاخيره، مش متذكر مع مين، لكن كسب الماتش اللي فات مع فييرا. وسيراميكا مع الكابتن احمد سامي برضو ماتش هيكون حلو يعني. لكن الاثنين ضمنوا بقائهم في بطوله الدوري، الاثنين الامور بالنسبه لهم مستقره جدا جدا في اطار يعني المنافسه، سواء هم بعيد عن القمه وبعيد عن القاعه، هم في وسط جدول الترتيب يعني، فرقتين تقال برضو بالمناسبه يعني. فدي اهم وابرز المباريات النهارده بالتحديد في الدوري المصري. التفاصيل بقى كلها واخر الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي وايه الجديد والفرقه بتاعتنا امبارح والشكل والاداء والنتيجه الكبيره على الاتحاد السكندري، هذا الفريق المحترم بكل تاكيد، هنتكلم على كل التفاصيل دي بعد الفاصل في كواليس كمان مهمه جدا هقولها لكم في السينما. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. امبارح كان ماتش حلو قوي بالنسبه للنادي الاهلي، كان وحشنا الشكل ده والاداء ده والروح دي في الملعب، وفوز كبير على الاتحاد السكندري في مباراه بطوله الدوري اللي بقى يعني اصبحت المباريات المتبقيه باهداف مختلفه بالنسبه للنادي الاهلي، منها راحت اهم عناصر الفريق اصحاب الخبرات، اللاعبين المميزين جدا اللي جابوا القاب كتير جدا على مدار الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت تقدر تستكشف نجوم من قطاع الناشئين المميز داخل النادي الأهلي. واضح ان الأهلي كسب الرهان من خلال هذا القرار اللي خده مجلس الإدارة بشكل مبدئي يعني. الرهان يعني الأهلي قدر ان هو يكسبه حتى الآن بعد ما قدر شفنا الفرقة امبارح بالتحديد في الشكل المميز ده وتحديد بعض عناصر الناشئين. الأهلي فاز 3-0 بأداء مقنع وبشكل جيد جدا، وفدائيه مثلا زي بتاعت كريم فؤاد دي بصراحه، وبتالق احمد سيد غريب وبتالق زياد طارق وبتالق عدد كبير من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعجبني قوي حماسهم. وحماسهم ده طبيعي في نفس الوقت، لان انت بتلعب مع الفريق الاول وفرصه ما تتكررش كتير، انك في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، انك يجي لك فرصه انك تلعب ماتشات دوري ممتاز مع الفريق الاول وانت ناشئ، في ظل المتابعه الكبيره الدائمه للنادي الاهلي من خلال الجماهير في الملعب، جماهير خلف الشاشات، كلام من ده. فبالتالي فرصه كان لازم يستغلها شباب النادي الاهلي. الجون ده حلو قوي يا جماعه بصراحه، قوي جون حلو قوي، وعندي تعليق على زياد طارق بالتحديد هقوله لحضراتكم. لكن في كل الاحوال نتيجه مميزه بترجع الثقه للفرقه، للجهاز الفني، للعيبه اللي موجوده، بتدي دفع اكبر لما توقع من مباريات في بطوله الدوري. عندنا الماتش الجاي مع المصري، ماتش صعب هناك في استاد برج العرب يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعه 9.
فبالتالي الامور كلها يعني ان شاء الله تكون افضل خلال الفتره اللي جايه، واصبح فيه هدوء دلوقتي. جمهور الاهلي خلاص يعني بعد كمان كلمات الكابتن محمود الخطيب وبعد ايضاحه لبعض الامور المهمه اللي بالتحديد بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم، فجمهور الاهلي ابتدى يهدى، واللي كان ليه كل الحق في الزعل والغضب على مدار فتره فاتت شاف فيها الفرقه مش في افضل حالاتها. كمان الكره دي مفيش احلى من كده. الولد محمد اشرف لعيب كويس، بس خلاص خلينا بقى نقفل على الاجوان دي. ماشي يا بيبو، اقفل لي على الاهداف دي وعلى الاداء المميز ده، لكن مش احنا، مش احنا، مش الاهلي اللي يقعد ينفخ في لعيبته. الكلام ده مش هتلاقيه عندنا. حته اصلا ان احنا عندنا قطاع ناشئين مميز دي حاجه مش جديده، ممكن تكون جديده على البعض، هم مش ملمين بالقطاع وبالامكانيات اللي موجوده ومش متابعين، مجرد بينتقدوا وخلاص. يقول لك شوف النادي الفلاني، النادي العلاني عندهم ناشئين، في انديه مميزه جدا عندهم لاعبين شباب رائعين رائعين بالمناسبه، لكن دايما كان بيتم المقارنه مع النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي عنده قطاع مميز، عنده ناس بتشتغل بشكل كويس جدا داخل القطاع، يعني بروكيتش كمدير فني للقطاع، الكابتن خالد بيبو رئيس القطاع، الناس بتشتغل وبيعملوا اللي عليهم. ليه؟ ليه؟ عشان لما الفريق الاول يحتاج للشباب دول او الناشئين دول يلاقيهم، ولما يلاقيهم يستفاد منهم، وده اللي حصل امبارح. لكن حته بقى ان احنا نقول احنا عندنا اللعيب الفلاني ده ايه الجمال ده والحلاوه دي واجمد لعيب في الدنيا، وعندنا مش عارف زياد طارق ده ايه ده ميسي ومش عارف، لا مش احنا، مش النادي الاهلي خالص خالص. خلوا بالكم، احنا عندنا اللعيبه دي مميزه، وعند الحاجه ليهم ها هنلاقيهم وهيضيفوا بشكل كبير جدا بالنسبه للفرقه، لكن في نفس الوقت عندنا لعيبه تقيله قوي محتاجه الراحه، وهي بتريح دلوقتي وهترجع اقوى من الاول. اللعيبه الكبيره، انا بقلل من الاداء اللي عملوه الشباب بتوعنا امبارح، لا، بس كل حاجه لازم تاخد حجمها الطبيعي. يا جماعه احنا مجرد كسبنا ماتش في الدوري، ماتش عادي في الدوري، ماتش طبعا صعب مع اتحاد، فريق كبير وعظيم وبنحترمه وبنقدره كل التقدير يعني هو وجماهيره، لكن في نفس الوقت مجرد ان احنا فزنا في مباراه في بطوله الدوري الممتاز بس، بلاعبين شباب ومميزين، لكن كل حاجه تاخد حجمها الطبيعي، مش احنا ابدا اللي نضخم وننفخ في لعيبتنا، لا، انتوا لسه قدامكم مشوار طويل قوي، لسه قدامكم جهد وعرق وتعب كبير قوي 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 عشان تثبتوا ان انتوا تقدروا تلبسوا التيشيرت اللي انتوا كنتوا لابسينه امبارح ده. مبشرين، عندكم امكانيات رائعه وعندنا ثقه كبيره جدا فيكم، وان شاء الله هتقدروا تعدوا بالاهلي المرحله دي، هتقدروا ومتاكدين من كده، لكن المبالغه مش موجوده في الاهلي، المبالغه مش هتلاقيها في الاهلي، ان انت تفضل تطلع اللاعب الناشئ ده السما مش عارف ايه، لا، هيقع منك. لعيبه كويسه يجي منها، مبشره للغايه للغايه، وهنستفاد منهم، هنستفاد منهم كنادي اهلي، اكيد الفريق هيستفاد منهم بالجهاز الفني الموجود بقياده سواريش، اكيد هيبقى في توقيت للاستفاده منهم، لكن اللعيبه دي مؤكد ان هي هتكون داعمه بشكل قوي لقائمه النادي الاهلي في الموسم الجديد، بالاضافه لايه؟ بالاضافه للعيبه الابطال بتوعنا اصلا الموجودين اللي كانوا بيمروا فترات صعبه سابقه، وليهم مننا كل الاحترام والتقدير، وعندهم رصيد كبير جدا جدا عندنا، او ليهم رصيد كبير جدا عندنا والقاب قد كده، فدي توليفه. لعيبه اصحاب خبرات بعد ما ياخدوا قسط من الراحه ضروري جدا بالنسبه لهم، هيعودوا وهيتوهجوا ويتالقوا وهيجيبوا بطولات اكتر للنادي الاهلي، وافتكروا الكلام اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده، بالاضافه للشباب دول، بالاضافه للصفقات اللي جايه. بالاضافه للصفقات اللي جايه، ممكن امبارح حد يقول لك ايه؟ طب ما احنا عندنا شباب وما نجيبش صفقات، او حد يتخيل ويبقى متضرر من التخيل ده يقول لك ايه ده؟ طب ما احنا كده النادي عندنا المسؤولين يقول لك ده احنا عندنا شباب كويسين خلاص مش مهم الصفقات، لا 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 لا، الاهلي عارف كويس قوي مشاكله، عارف عيوبه، عارف السلبيات اللي موجوده، حاطط ايده عليها، هيطور وبشكل سريع، والكلام ده احنا قلناه من اسبوع، وقاله كمان الكابتن محمود الخطيب اول امبارح، واكدوا على حضراتكم وطمنكم بشكل كبير جدا ان في صفقات وعندنا لعيبه اداهم حقهم جدا جدا بخصوص الفتره اللي فاتت كلها والبطولات اللي حققوها اللي هم محتاجين راحه، وعندنا شباب. فاطمنوا، وهنا الرساله الجماهيريه للنادي الاهلي، الموسم الجديد باذن الله تعالى، باذن الله تعالى هيبقى عندنا قائمه متكامله متكامله في كل المراكز. احمد سيد غريب لعيب مميز، جاب هدفين، بدايه بالنسبه له لازم يبني عليها، ما يعيش على الهدفين، لا، اشتغل اكتر، مبشر جدا طبعا. زياد طارق، وانا عندي تعليق على زياد طارق، محمد اشرف طبعا ممتاز ممتاز، لعيب كويس، بس برضه لسه قدامه كتير، لكن يطمنك، وكل اللعيبه اللي شاركت تطمن، غير اللي حتى اللي كانوا بره القايمه يطمنوا، لكن زياد طارق بالتحديد جاب جون عالمي وجون حلو قوي، لكن وجهه نظري المتواضعه جدا جدا، ان زياد طارق لعيب عنده امكانيات ومهارات عاليه
قوي قوي وعلى المستوى الفردي اكثر من رائع، اكثر من رائع، لكن ناقص له حاجتين لو اشتغل عليهم هيبقى حاجه غير طبيعيه، هيبقى حاجه جامده قوي قوي قوي. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه القوه الجسمانيه، لازم يبقى اقوى من كده، ينشف شويه ينشف شويه. تاني حاجه اللياقه البدنيه، لازم يبقى عنده لياقه بدنيه عاليه، لازم يشتغل على الحاجتين دول بشكل كويس قوي، بالاضافه لمهاراته المميزه وامكانياته الرائعه والمستوى الفردي الممتاز عنده والاهداف اللي بيجيبها بشكل حلو، هيبقى لعيب تاني خالص. واحنا عندنا امثله نماذج قبل كده، يعني كابتن وليد صلاح الدين طبعا نجم كبير واحد اساطير الكره في مصر واحد امهر اللاعبين في تاريخ مصر، هو كابتن حازم امام مثلا، اتنين من الناس اللي عندهم مهارات عاليه لكن دايما كانت اللياقه البدنيه مشكله بالنسبه لهم، ما كانواش بيحبوا التمرين قوي. فدي كلها امور لازم ياخد باله منها زياد طارق، وان شاء الله باذن الله الامور تبقى افضل خلال الفتره اللي جايه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الملفات اللي هنتكلم فيها فاستنونا. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الفريق طبعا بيواصل معسكره في اسكندريه بعد الانتهاء من مباراه الامس امام الاتحاد السكندري والفوز الكبير بنتيجه 3-0، والماتش الجاي ايضا هناك في نفس المحافظه مدينه الاسكندريه في استاد برج العرب، فبالتالي كان قرار ايضا جيد من الجهاز الفني الاستمرار في برج العرب عشان يتم الاستعداد لمباراه المصري الهامه بكل تاكيد. وهنا لما بقول مباراه مهمه، مهمه للاهداف اللي احنا اتكلمنا عنها خلاص، يعني كده كده المنافسه مش بالقوه على بطوله الدوري، الزمالك يعني قرب بشكل كبير من حسم اللقب، لكن الاهلي خلاص بيجهز نفسه للفتره المقبله ان شاء الله وبدايه الموسم الجديد علشان الفرقه تبقى افضل وعلى حاله او على حاله بدنيه مميزه وفنيه كمان تكون اميز. خلينا نروح هناك برج العرب بسرعه ونطمن بشكل اكبر على فرقتنا واخر الكواليس واخر الاخبار من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا امير، قرار اكثر من رائع من اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني طبعا بالابقاء طبعا على الفريق عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري، وده امر كان يعني كان تم ترتيبه قبل القدوم الى الاسكندريه، ان الفريق عقب انتهاء مباراه الاتحاد السكندري هيستمر اقامته في الاسكندريه طبعا لملاقات فريق المصري يوم الاربعاء القادم في مباراه. وزي ما انت قلت ليك اهداف كتير جدا النادي الاهلي بيسعى لتحقيقها خلال الفتره القادمه والمباريات المتبقيه في الدوري ان شاء الله باذن الله، يعني تكون مباراه مميزه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يقدروا يواصلوا ويكون في استمراريه في الاداء باذن الله. امير باذن الله فاروق، يعني وصف لي الحاله المعنويه عند الشباب تحديدا اللي تالقوا امبارح وعند الفرقه كلها، لان برده كان في لاعبين اصحاب خبرات وتميزوا في مباراه الامس، يعني بالتحديد عجبني قوي علي لطفي بصراحه كان مميز قوي، رامي ربيعه متولي عائد من فتره كبيره كان غايب اول مره ياخد 90 دقيقه تقريبا يعني ان لم تكن تخني الذاكره، عندك كمان محمد محمود برده خد دقائق كتير وشارك وادى بشكل جيد، ففي عناصر قويه جدا اصحاب الخبرات واللي كانوا بعيد الفتره اللي فاتت تالقوا امبارح، فوصف لي الحاله المعنويه بشكل كامل بالنسبه للفرقه يا فاروق بعد الفوز الكبير امبارح. يعني خليني يا امير اخد لك الوصف الحاله المعنويه من انتهاء المباراه وبالتحديد من المؤتمر الصحفي والكلام مستر ريكاردو سواريش على المباراه وتعقيبه وتعليقه على المباراه، أشاد باللاعبين وقال يا ريت إن الفوز ما ينسيناش طبعا اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأساسية اللي بتغيب عن المباراة لأنهم جزء كبير وشريك أساسي في أي نجاح وأي انتصار. اللعيبة دي تعرضت لفترة إجهاد كبيرة وضغط وإصابات وضغط مباريات كتير جدا، لكن هم جزء مننا وإحنا فريق عمل أو فريق واحد. ايضا اتكلم على الناشئين واشاد بيهم وقال اللي يهمني الاستمراريه، ولعيب النادي الاهلي لازم يكون عنده استمراريه في الاداء، وقال ان احنا بنطمن على عندنا اهداف كتير خلال المباريات القادمه، طبعا بنقف على مستوى بعض اللاعبين في قطاع الناشئين اللي هنقدر نستعين بيهم للمباراه القادمه والموسم القادم. النقطه المهمه امير ان يعني ده انا لمستها على مستر ريكاردو سواريش بالتحديد وجهازه المعاون منذ يعني وجودنا في مقر اقامه الفريق مع قرار مجلس اداره النادي الاهلي بالاعتماد او لعب المباريات المتبقيه في الدوري بالناشئين، الامر ده ادى رفع الضغوط يا امير عشان اكلمك بلغه الكوره، رفع الضغوط عن مستر ريكاردو سواريش، بقى في ارتياح نفسي عنده عند اللاعبين وده اللي ساعد في ان اللعيبه تظهر بهذا الهدوء وبهذه الشخصيه. طبعا مكاسب كبيره جدا تتكلم على علي لطفي، محمود متولي، رامي ربيعه، ايضا اليو ديانج، محمود
ايضا ان مستر ريكاردو سواريش بالامس يعني جرب محمد فخري في مركز الجناح وختم بيه اللقاء في مركز 8 في ارض الملعب، واحد من اللعيبه اللي يقدر يستفيد بيه من اكتر من مركز. طبعا اشاد باللاعبين النهارده يا امير، واحنا موجودين في مقر اقامه الفريق الروح معنويه مرتفعه جدا. انت عارف يا امير النادي الاهلي بيميزه حاجه من الامور المميزه جدا في النادي الاهلي، ما تحسش ان اللعيب الناشئ هو غريب على النادي الاهلي او غريب على كباتن النادي الاهلي، وده الدور المهم جدا اللي يعني تقدر تختص بيه كباتن النادي الاهلي، سواء رامي ربيعه سواء محمود متولي، ايضا محمد عبد المنعم اللي كان يعتبر واحد من ابناء القطاع وقريب من المراحل السنيه طبعا. مصطفى شوبير ودعمه، مصطفى بيقوم بدور كبير جدا مع اللاعبين سواء احمد سيد غريب، علي عمرو، احمد سيد عبد النبي، شرقيه، ميدو نبيل، محمد حمدي، احمد سيد غريب، مجموعه اللاعبين، فدور مهم جدا ده بيميز النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا امير، هي عندك مراحل وعندك اهداف بيسعى النادي الاهلي والمستر ريكاردو سواريش ان هو يحققها طبعا في متطلبات المرحله، لكن هو قال نقطه مهمه جدا، قال لك انا لسه متمسك بالامل وبقول للاعبين احنا متمسكين بالامل لحد اخر مباراه، لحد يعني ان شاء الله لما يبقى فارق النقاط طبعا للخصم اكبر من عدد المباريات المتبقيه. نتمنى طبعا التوفيق في المباراه القادمه امام المصري باذن الله امير. باذن الله، وان شاء الله هي الامور مبشره في الحقيقه يا فاروق، ويعني في جوانب كثيره ومكاسب كثيره قوي بالنسبه للفرقه من مباراه امبارح. لكن قول لي برنامج الاستعداد للمباراه المقبله هيكون عامل ازاي خلال الايام القليله الحاليه قبل انطلاق المباراه؟ يعني هكلمك على البرنامج الفريق حتى المباراه القادمه، وايضا عندي يعني لي بعض الاخبار الحصريه والاخبار السعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. يعني كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله، لكن خليني اقول لك الاول ونقول برنامج الفريق. الفريق يعني خلال دقائق هيستأنف التدريب الاول لعقب مباراة الاتحاد هنا في الملاعب في مقر إقامة الفندق اللي بيقيم فيه الفريق، اللي بيتميز بوجود ملاعب أكثر من رائعة، وواحد يعني من الفنادق أو الأماكن المميزة جدا للنادي الأهلي إنه قدر إن هو يكون متواجد فيها. وبالمناسبة مستر روي فيتوريا أمير بالأمس كان موجود هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، بيتفقد المكان وأثنى على الملعب، ويعني إن طبعا بيبقى من الخطط الموضوع لمستر روي فيتوريا ان يكون من الفنادق اللي تبقى فيها المعسكرات بالنسبه للمنتخب المصري. الفريق طبعا النادي الاهلي هيستأنف تدريبه اليوم، ثم غدا هيكون فيه طبعا التدريب الرئيسي ايضا هنا على الملاعب الموجوده في مقر الاقامه، ثم المباراه المصري اللي هتكون في تمام الساعه 9 على استاد الجيش ببرج العرب. كان ليا حديث يا امير مع الدكتور احمد ابو عبله اللي اطمنا منه على حاله اللعيبه المصابين الموجوده في القاهره. يعني اقدر ابشرك ان قال لي مع العوده ان شاء الله من الاسكندريه وعقب انتهاء مباراه المصري هينضم ويلتحق بتدريبات النادي الاهلي الثنائي احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا، اللي يعني خلال الفتره الحاليه هم موجودين بيادوا البرنامج التاهيلي في القاهره. الدكتور احمد ابو عبله بيتابع كل تفاصيله. ايضا خلال اسبوعين بكتير قوي امير، طاهر محمد طاهر هيلتحق بفريق بالتدريبات الجماعيه. اكرم توفيق طبعا انت عارف ان هو ابتدى يشارك على يعني اجزاء من التدريبات الجماعيه، لكن ان شاء الله عقب العوده ايضا من الاسكندريه هيشارك في التدريب بصوره كامله، ويبقى واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي يبقى عودته اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ويبدا انه يعني يشارك في المباراه القادمه باذن الله. الحاله المعنويه، التركيز اللي عند اللعيبه، النقطه المهمه جدا يا امير اللي عايزين برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي لو هنختم كلامنا، مجلس اداره النادي الاهلي كلامه مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب في كلامه، طبعا انت عارف احنا يعني قريبين شويه من الاحداث في قطاع الناشئين، وكانت النقطه المهمه اللي انت سالتني عليها واتكلمنا عليها بالامس يا امير، هي هل اللعيبه الناحيه البدنيه وهم جايين من فتره اعداد هل هيكونوا على نفس المستوى؟ اعتقد يا امير ده اللي احنا لمسناه امبارح من اللاعبين، لمسناه من الشخصيات الموجوده. النقطه الاهم ان الكابتن الخطيب كان في حديثه مع الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل بروكيتش، قال انا عايز لعيب يخدم في الهدف الاول للمنتخبات الوطنيه، والهدف الثاني انه يخدم الدرجه الاولى، وده الهدف اللي شغال عليه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، خدمه المنتخبات الوطنيه وخدمه ايضا الفريق الاول للنادي الاهلي. اعتقد معادله مهمه جدا بيحاول قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان هو يتعامل مع اللعيب ان هو رقم امير، لاعب داخل قطاع الناشئين لبروفايل كل لاعب بنظام غذائي معين. اعتقد ثمار النادي الاهلي هيجنيها خلال الفتره القادمه
القادمه باذن الله يا امير. طيب بص يا فاروق بقى، لان النقطه دي مهمه، وانت واحد قريب جدا من اللاعبين المتواجد مع المعسكر ومتعايش مع الشباب تحديدا، ويعني مش عايزين الناس تاخد بعض من جماهير النادي الاهلي تجاه ايه؟ تجاه ان اللعيبه اللي بتريح دي هي اللي كانت السبب في الاداء اللي احنا كنا فيه وكلام من ده ونقلل منهم. لا طبعا، وده كان كلام برضو الكابتن محمود الخطيب، لا لعبتنا رجاله، لعبتنا لعيبه تقيله جدا على مستوى فني عالي، محتاجين كوست كبير من الراحه عشان يقدروا يستعينوا او يستعيدوا المجهود البدني والذهني والفني بتاعهم، وده امر مؤكد واكيد هيرجعوا بالشكل ده. فالجزئيه اللي زي دي غايه في الاهميه، وعايز اربطها بايه بقى يا فاروق؟ ناشئ النادي الاهلي او اللاعب الشاب اللي تالق ايا كان مين امبارح تالق وادى بشكل كويس، مهم قوي ان هو ما يحسش بتالقه ده، ويبقى فاهم قوي قوي ان لسه قدامه مشوار طويل، وان الاهلي محتاجه في فترات كتيره جدا، ولازم يثبت نفسه بشكل اكبر حتى لو تالق في مباراه الاهلي امبارح والاتحاد، او حتى لو هو مبشر بشكل كبير جدا. فاوصف لي، هل اللعيبه مثلا واحد زي زياد طارق، واحد زي احمد سيد غريب، واحد زي محمد اشرف، هل حاسين بنفسهم قوي بقى ان هم عملوا ماتش كبير ولا حاجه، ولا واخدين كل حاجه بحجمها الطبيعي وعارفين ان لسه بدري قوي على الكلام اللي زي ده؟ أثرت نقطة في غاية الأهمية يا أمير، يعني النقطة دي نقطة مهمة جدا، وده كان من محور كلام مستر ريكاردو سواريش عن بعض الصحفيين اللي سألوه بالأمس هل قرارك هتعتمد على الناشئين؟ قال أنا بنفذ استراتيجية ومصالح النادي الأهلي. اللعيبة الموجودة موجودة معانا وبتظهر بشكل كويس، لكن أنا بأكد إن لعيب النادي الأهلي استمرارية، لازم يكون عنده استمرارية في الأداء. اللعيبة اللي يعني الكبار أو اللعيبة الأساسية اللي غائبة عن المباراة الفترة الحالية، واللي فضل الجهاز الفني إن يديهم فترة راحة. عايز أقول لك يا أمير، مستر ريكاردو سواريش بيقول لك أنا عارف إنه لعبوا كم مباراة غير طبيعي، مفيش لاعب في العالم، مش هقول في مصر، مفيش لعيب في العالم شارك في هذا الكم والعدد من المباريات. يعني انا كان ليا وقفه ايضا مع مستر ريكاردو سواريش اليوم، قال العدد المباريات، انا قبل ما اجي النادي الاهلي عرفت كل لاعب في النادي الاهلي لعب كام مباراه، وانا كنت عايز بعض اللاعبين، ويمكن الكلام ده هيتقال من خلالك يا امير لاول مره، ويعني جماهير النادي الاهلي هتسمع الكلام ده لاول مره بالفعل، ان بعض اللاعبين هو قال لك انا كنت عايز اريح اللعيبه، يعني طلبت من اللعيبه ان هم يحصلوا على فترة راحة، لكن بعض اللعيبة النجوم النادي الأهلي وكبار النادي الأهلي قالوا احنا في فترة صعبة جدا، وفترة حسم الدوري مش هنقدر ان احنا نطلب راحة، ان الفريق محتاجنا في الوقت ده. فده كان امر مهم جدا، قال الامر ده زاد تقدير واحترام اللاعبين عندي، لان كنت عايز اديهم فترة راحة، لكن هم فضلوا ان هم يخوضوا في مشوار صعب جدا في اجواء صعبه جدا، مقابل ان هم يدافعوا عن قميص النادي الاهلي. الامر ده خلاني ازداد اصرار عليهم يا امير، ويعني ان شاء الله. بالنسبه للعيبه الناشئين، اللعيبه حست ان هي لسه ما عملتش حاجه، اللعيبه بتتكلم احنا لسه في مشوار طويل. الفرصه في النادي الاهلي بالظبط يا امير، الفرصه بتيجي صعبه جدا جوه النادي الاهلي طبعا. الاهم مش ان انت تلعب مباراه، الاهم الاستمراريه. أكيد. الاستمراريه داخل النادي الاهلي مش هي بتبقى، انت عارف يا امير، هي امر مهم جدا. استمرارك على القمه، استمرارك على البطوله، استمرارك في الاداء الجيد، وده طبعا اللي هيحصل ان شاء الله من خلالهم. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح ما كان معانا من مقر اقامه الفريق في اسكندريه استعدادا للمباراه المقبله وبدايه الاستعداد لمواجهه المصري البورسعيدي، والراجل بصراحه قال لنا كل التفاصيل بتتعلق بكواليس المعسكر. بنشكره شكرا جزيلا، نروح لفاصل سريع بعدين نكمل، يلا. طيب يعني مستمرين مع حضراتكم في متابعه اخر الاخبار من خلال حلقه الترند النهارده، واللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه هي لقطات خاصه بالفريق الاول لكره القدم المدعم بالناشئين اثناء يعني انطلاق المران. في هذه اللحظات بيبتدي خلاص في معسكر الفريق هناك في اسكندريه واستعدادا لمباراه المصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل، ودي لقطات حصريه مباشره تنقل لحضراتكم بشكل حي. ان شاء الله نتمنى لهم جميعا كل التوفيق، ويعني معنويا الامور ماشيه بشكل كويس جدا بعد الفوز الكبير على الاتحاد السكندري بالامس. ان شاء الله الاهم دايما الاستمراريه، واي واحد قدم اداء جيد مهم بالنسبه له ان هو يستمر في تقديم هذا الاداء ويثبت نفسه بشكل كبير. يعني كل تفصيل دايما بنقلها لحضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي مختلف برامجها. طيب خلينا نروح لترند الاهلي واهم واخر الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالفريق واللي اتكتبت على الحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بسبورت 360 على تويتر، واللي بيقوله علي لطفي دائما ما يكون حاضر بقوه مع المارد الاحمر. علي لطفي هذا الموسم لعب 5 مباريات ما دخلش مرمى ولا هدف.
الناس اللي دايما تقعد تتكلم على ان الاهلي محتاج حراسه مرمى كمان من ده، دي ممكن حاجه تخص الناس المسؤولين في النادي الاهلي الله اعلم بيها يعني، لكن الاهم ان احنا عندنا حارس جيد برده، ولما بيشارك بيأدي بشكل مميز، وامبارح كان ممتاز جدا علي لطفي في بعض الاختبارات اللي تعرض ليها اثناء مباراه الاتحاد، وادى بشكل رائع. وعلي لطفي يا جماعه حارس منتخبات بالمناسبه يعني، سواء تختلف او تتفق على ادائه، لكن هو لعيب او حارس مميز في كل الاحوال، والارقام كمان بتقول كده. نتمنى له يا رب كل التوفيق يعني. حساب في الجول على تويتر بيتكلموا على زياد طارق قدام الاتحاد السكندري، عمل ايه؟ لعب 66 دقيقه، سجل هدف، 10 او 10 تمريرات من 16 كانوا صحيحه يعني بنسبه 63%، 2 صناعه فرص، مراوغتين من 4 كانوا ناجحين، وثلاث مرات قدر ان هو يستعيد الكره. عنصر مبشر ان شاء الله باذن الله يكون افضل كمان من كده ويطور من نفسه، لان ده مهم جدا. الوطن سبورت بيتكلموا على ان في 5 لاعبين شباب مرشحين للانضمام الى قائمه الاهلي الافريقيه، ابرزهم احمد سيد غريب طبقا للخبر ان هم بيقولوه. اكيد هيكون في بعض العناصر الشابه في قائمه الاهلي الافريقيه، لكن لسه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي. هنا بيقول لك مين هم: محمد اشرف، زياد طارق، احمد سيد غريب، محمد مغربي. ومحمد مغربي كده كده معارض شيك، هل هيرجع بعد الاعاره دي او هتمتد؟ ده قرار برضو المسؤولين عن الكره داخل النادي الاهلي. وايضا يضاف ليهم احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا بقى له فتره كبيره مع الفريق الاول يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر عن حسين الشحات، وده من حساب مبتدا على تويتر، واللي بيقولوا ان حسين الشحات هيوصل النهارده القاهره باذن الله، يوصل بالسلامه علشان يبتدي مرحله جديده من مراحل التاهيل بعد اجراءه جراحه غضروف الركبه، احد العناصر المميزه في صفوف النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني في طريقه للعوده السريعه للملاعب، لان اكيد الاهلي في اشد الحاجه ليه ولكل زمايله المصابين يعني. طيب نروح لخبر اخر، وهو اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشه، وده من حساب يلا كوره على تويتر، وبيقولوا ان في مصدر قال لهم ان عرض برتغالي رأفت خليل لاعب الاهلي الشاب واللي تألق مع منتخبنا الوطني للشباب، للاسف خسر امبارح في ضربات الجزاء الترجيحيه امام المنتخب السعودي في بطوله كاس العرب. رأفت خليل من اللاعبين المميزين جدا في الحقيقه، وهو بالمناسبه هيخلص او هو في طريقه للعوده للقاهره، ينضم مباشره لمعسكر الاهلي في اسكندريه عشان قد يتم الدفع به في المباريات المقبله في بطوله الدوري. هو لعيب جيد بيلعب جناح ايسر وبيجيد كمان في الجناح الايمن. هل في عرض او لا؟ بشكل رسمي لا، ممكن يكون في كلام شفوي من عرض من ريو افي البرتغالي مثلا، كلام شفوي، لكن حاجه رسميه جت النادي الاهلي لا. ولو في حاجه رسميه جت هيتم مناقشتها، هيتم مناقشتها، وبعد ما يتم مناقشتها هيشوفوا الامور تمشي ازاي يعني. لكن في اهتمام، اكيد في اهتمام، في كشافين كتير جدا جدا حطوا عينهم على رأفت خليل. نتمنى له كل التوفيق ايا كان هيكمل مع النادي الاهلي او حتى لو خرج للاحتراف. هو لاعب مواليد 2003 مبشر ايضا جدا، ومنتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي، الناس اللي بتنتقد قطاع الناشئين في النادي. طيب خلينا نروح لكوره 11 وحسابهم على تويتر: من اجل اعاده الفريق للطريق الصحيح. ركز بقى في الخبر ده، قال لك ايه؟ صفقه زملكاويه من العيار الثقيل تقترب من الانضمام للاهلي بجانب مصطفى فتحي. في بعض من الصحف السعوديه اجزمت باقتراب مصطفى فتحي انضمام للنادي الاهلي. هل في حاجه رسميه؟ مفيش حاجه رسميه، دي نقطه. النقطه الثانيه هنا في الخبر بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على محمد ابراهيم نجم سيراميكا، لاعب طبعا مميز جدا زي مصطفى فتحي. لو جم الاهلي وكانت رؤيه الناس في النادي ان هم يجوا، اكيد هيكون اضافه للفرقه، لعيبه مميزه. لو ما جوش برده هنشوف فوضات وكلام الامور تبقى ماشيه فيه ازاي، لكن حتى الان مفيش اي حاجه رسميه يا جماعه. الاجتهادات كتير جدا، وكل واحد بيتنبا وكل واحد بيتوقع، وممكن حد يكون عنده معلومه طبعا وبيجتهد وبيحاول يجيبها، لكن احنا دايما هنا من خلال منبر الاهلي الرسمي بنتكلم بالشكل الرسمي. حتى الان الاهلي ما انهاش اي صفقه. في ناس تقول لك الاهلي خلص مهاجم، الاهلي ما انهاش اي صفقه، لكن شغال. الناس شغاله جوه النادي بشكل قوي جدا في طريقهم لابرام عدد من الصفقات المميزه واللي هتكون اضافه قويه جدا جدا بالنسبه للفرقه في الموسم الجديد. فده الخبر اللي قدام حضراتكم على الشاشه، وده تعليقنا كمان عليه. وده كمان كان ترند الاهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نروح للترند المحلي وابرز الاخبار المحليه، ونبتدي تحديدا من الاتحاد المصري لكره القدم. الاتحاد المصري النهارده كان في جلسه ما بين الحاج عامر حسين واللي هو طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد مع مستر فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الاول، والجلسه كان بيتم يعني عرض فيها بعض ظروف اللي حدثت خلال الفتره اللي فاتت والتوقفات الكتيره يعني اللي كان مجبر عليها الحاج عامر حسين، ووصلت ل 108 يوم، وتم كمان التطرق للمرحله المقبله ودوري الموسم الجديد ومعرفه طلبات الراجل البرتغالي
وده اللي هيتم الاعلان عنه خلال الفتره اللي جايه. انا عندي تعليق على فيتوريا بصراحه بمناسبه يعني الخبر ده تحديدا على يلا كوره. قال لك فيتوريا يطلب وزاره الاجهزه الفنيه بمقرات تدريب انديه الدوري. انا عاجبني قوي طريقه الراجل ده وبدايته مع المنتخب. هتقول لي هو لسه ما لعبش ولا ماتش، اوكي متفق معاك يعني، بس في واحد يبان عليه ان هو شغوف، عنده حماس كبير جدا، عنده حاجه عايز يقدمها، وفي نفس الوقت عايز يشتغل، واحد بتاع شغل، مش جاي متعالي على الكره المصريه، مش جاي شايف نفسه اكبر من مدربين الدوري المصري، لا الراجل بيروح يزور راح زار فاركو والاتحاد السكندري وسموحه في اسكندريه، وهيزور اكيد كل الفرق بتاعت الدوري المصري، اكيد هيروح الاهلي هيروح الزمالك هيروح بيراميدز هيروح اسماعيلي. فهو ده الشغل الصح، ان انت تبقى قريب من المدربين، تشوف الامور ماشيه ازاي، تبص على التدريبات اللعيبه اخبارها ايه، بيتابع كمان، شفناه بيتابع منتخب الشباب اول باول، بيتابع ماتشات الدوري حتى وهو في البرتغال قبل ما يجي بشكل مميز جدا. فانا متفائل بيه وبدايته مبشره للغايه يعني، اتمنى له يا رب كل التوفيق. محتاج طبعا دعم ومسانده مننا جميعا، لان منتخبنا الوطني فوق كل شيء، فوق كل شيء، كامل طبعا الدعم والمسانده لمنتخبنا وللراجل ده اللي هو عايز يقدم حاجه للكره المصريه باذن الله تعالى. طيب الوطن الرياضي بيتكلموا على ان في 6 لاعبين من منتخب الشباب على رادار فيتوريا في معسكر سبتمبر، وهنا بيتكلموا على عدد من اللاعبين اللي ادوا بشكل كويس، ابرزهم طبعا يعني صلاح باشا اللي جاب هدف حلو قوي في السعوديه امبارح، لاعب اودينيزي الايطالي واحد ناشئين النادي الاهلي بالمناسبه، وثنائي احمد نادر حواش ورأفت خليل بجانب عبد الرحمن رشدان وماجد هاني والحارس الشاب احمد نادر السيد، كلهم مميزين بصراحه، وقال ان احتمال جدا السداسي ده يكون موجود في المعسكر المقبل لمنتخبنا الوطني في شهر سبتمبر. نروح لخبر اخر وهو بيتعلق بالمدير الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي، $70,000 راتب شهري للبرازيلي ميكالي في المنتخب الاولمبي، وده برضه من القرارات اللي كانت مميزه. بننتقد اتحاد الكوره في الامور اللي هو لازم ينتقد فيها وبيبقى غلطان فيها، في يعني بيبقى في قرارات مميزه زي دي لا لازم نشيد بيها. الراجل عنده خبرات بالتحديد مع المنتخبات الاولمبيه وابرزه المنتخب البرازيلي، جاب معاهم فضيه كاس عالم للشباب او اعتقد للشباب، وجاب كمان ميداليه ذهبيه في ريو 2016، فان احنا نجيبه دي حاجه كويسه، نتمنى له يا رب كل التوفيق بغض النظر عن تفاصيل تعاقده يعني. كمان اليوم السابع بيتكلموا على ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي صاحب ذهبيه ريو دي جانيرو، وكمان عنده بعض يعني السيره او بعض من السيره الذاتيه او بعض القابه المميزة، صاحب ذهبية ريو، تعرف على البرازيلي، بدأ مسيرته التدريبية عام 99 مع فريق الشباب في لوندرينسي في البرازيل، وتولى تدريب الفرق الآتية، فريق الشباب بنادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، الفريق الأول في أتليتيكو مينيرو، بارنا البرازيلي، يعني عدد من الفرق المميزة اللي دربها، أبرزها طبعا الهلال السعودي كمان والظفر الإماراتي. فيعني نتمنى له يا رب كل التوفيق. طيب خلينا سريعا نروح لمشاركات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده. السؤال خاص برايكم في اداء الاهلي امبارح وبالتحديد العناصر الشابه اللي شاركت في المباراه، نبتدي باحمد خالد، قال اداء جيد جدا بالنسبه للناشئين ومباراه مهمه ليهم عشان يكتسبوا الثقه خصوصا في مباراه مصر القادمه، والتوفيق للاهلي في القادم ان شاء الله، اهلاوي وافتخر. ماشي نروح ليحيى صابر، قال اداء رائع وراقي بعيدا عن ضغوط، مستقبل الاهلي مطمئن او مطمئن. طيب محمد العبيدي قال اداء مميز للغايه وروحه عزيمه واتمنى يكملوا مع الفريق الاول. ناخد كمان روميو زيزو اهلاوي، قال اداء رائع من جميع اللاعبين، شباب تقدر تعتمد عليهم في مرحله البناء القادمه لفريق يكتسح الاخضر واليابس زي اللاعبين الموجودين دلوقتي، ولو تم تطعيم الفريق بهم على مدار الموسم تدريجيا وحسب احتياجات الفريق في الفترة الماضية كان أكيد في حاجات هتختلف كتير. معك يا أهلي والأهلي فوق الجميع. أخيرا آخر تعليق معانا السيد موسى، واللي قال يظهر مستواهم الحقيقي في مباراة أو في مباراة تقيلة زي المصري، وبعدين نتكلم وجهة نظر برضو. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله للفريق ككل، أصحاب الخبرات العناصر الشابة، وإن شاء الله يعني يكونوا على قد طموح وثقة جماهير النادي الأهلي، وأمامهم كتير يقدروا يقدموه بالنسبة للنادي خلال الفترة اللي جاية. ده كان تفاعل حضراتكم معانا، دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من ترند، استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.